عاش عمره متحير افجي وفي اللي ما عنداش كان خطب قوي عليه ناس كتيرة تبي كاش منين يجيب 2000 جنيه جواف اللي ما عنداش كان خطب قوي عليه ناس كتيرة تبي كاش منين يجيب 2000 جنيه يمسى ويصبح دوم تفكيره في الحل اين الحل ما فيش رخص شوية غالية وخيي كان ما فيش فلوس وناوي تبي تدير عروس وخيي كان ما فيش فلوس وناوي تبي تدير عروس ضل دايح من قوس القوس تتعب ويقصوك الكل افجي وافي اللي ما عنداش كان خطب قوي عليه ناس كتيرة تبي كاش منين يجيب 2000 جنيه جي وافي اللي ما عنداش كان خطب قوي عليه ناس كتيرة تبي كاش منين يجيب 2000 جنيه يمسى ويصبح دوم تفكيرة في الحل اين الحل ترخيص شوية الشاب يستطيع يتزوج الشاب اللي بيعقدتو بنت بلاده كرهتو الشاب اللي بيعقدتو بنت بلاده كرهتو كان استورد قلتو وقعد معلق زي التل افجي وافي اللي ما عنداش كان خطب قوي عليه ناس كتيرة تبي كاش منين يجيب 2000 جنيه جي وافي اللي ما عنداش كان خطب قوي عليه ناس كتيرة تبي كاش منين يجيب 2000 جنيه ويمسى ويصبح دوم تفكيره في الحل ولا يمكن يجي حل بطريقة الله غالب فيه اللي عنده احساس وتشبح فيه الانسانية يعطي بنتا للطرة اللي عنده همة وغيرية يعطي بنتا للطراس اللي عنده همة وغيرية ماشي في عمل مكون نفسه مش عابيل على مالي يخدم ويكافح على العيلة يعقب جيله تعب عليه ماشي في عمل مكون نفسه مش عابيل على مالي يخدم ويكافح على العيلة يعقب جيله تعب عليه يمسى ويصبح دوم يدور له على الحل المهر وهم المهر في تفكير الفقير متخوف ينظر عاش عمره متحير المهر وهم المهر التفكير الفقير متخوف ينظر عاش عمره متحير.